يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البراء رئيس الاحتفال المؤقر وجملائي في الدروس، إني أريد أن أتكلم أمامكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي المغضوب عليهم الضالين من الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة الدين الحنيف. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسول والأنبياء عليهم ألف ألف تحية وسلام. تولد نبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الواقعة بالحجاز في سنة 570 ميلادية، وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة القريش وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن في المعقل والمشرب في الرؤية والفكرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الهنون آمنت بنت وهب، وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله فكفله عم النبي، فقام عبد المطلب بن هاشم بكفالة جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرأي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة وشهيرة في التجارة والمال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. أيها المسلمون الكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبي في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من ألف شهر كما يقول لازل ذكره، وعلى شعره في سورة القدر إضاءة بهذا الأمر الجليل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام، ولكن حينما كثر أجل الفجار والكفار واشتد تعذيبهم نظر النبي صلى الله عليه وسلم ما منها نهوة من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدس، وكان هذا في سنة 670 ميلادية. وكان هذه الإزدار صارت سببا وايضا لانتشار الإسلام في شبيح الجزيرة العربية وفي الربعين مسكون كله. انتقل الإسلام إلينا كافرا كافر، فهذه نعمة الإسلام التي وصلت إلينا فنشكرها ولا نكفر. وفقنا الله وإياكم أن نتسف بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.